انطلقت في قرى المنطقة الشمالية منافسة حملات مشروع القرية الجميلة، والذي تتبناه بلدية المنطقة الشمالية بالتعاون مع مجلس بلدي الشمالية. مشروع القرية الجميلة هو مشروع بيئي تنموي تقوم وزارة الأشغال وشؤون البلديات بإدارته والإشراف عليه بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في قرى المحافظة الشمالية. يهدف المشروع إلى تحسين مستوى النظافة وزيادة الرقعة الخضراء وتجميل المباني إلى جانب تدوير النفوس. كما يشمل المشروع على مجموعة حملات تخدم أهدافه كتنظيم احتفالات سنوية تتزامن مع الأيام البيئية المقررة مع الأمم المتحدة وتأسيس مجموعات مجتمعية تقوم بنشر الوعي والبيئة وتعزيز مفهوم العمل المجتمعي. يُتيح المشروع لأهالي القرى الشمالية المشاركة في جائزة مسابقة القرية الجميلة التي تهدف إلى تحفيزهم ضمن حملات المشروع ككل، وتتم فتح باب الترشح وتم فتح باب الترشح في مكاتب العلاقات العامة الخاصة ببلدية المنطقة الشمالية والمجلس البلدي التابع لها. المشروع القرية الجميلة بدأناه في 6 قرى، 4 قرى أخرى قرية المالجي وقرية بني جمرة. الشيء الزين أنه طبعا العمل من قبل البلدية هو كمراقبة وكمتابعة، لكن العمل يأتي من أهل القرية. مسابقة القرية الجميلة اللي احنا أطلقناها هي مسابقة سنوية، يعني بنهاية هذا العام إن شاء الله راح يعلن عن القرية الفائزة كأفضل وأجمل من عنوان القرية الجميلة كفائزة لعام 2016 من نهاية العام. بعدها طبعا راح نستمر وراح تكون بعد كل سنة هناك قرية فائزة على مستوى المنطقة الشمالية، وراح تكون يعني إن شاء الله هاي العملية مستمرة. طبعاً هذه المشروع مثل ما نقول هي دعوة لجميع القرى من قبل الأهالي، ومثل ما نعرف إحنا أغلب القرى هناك يعني نوعاً ما القرى مجتمعها صغير، فنلاقي هناك مؤسسة معنية في القرية. على سبيل المثال يمكن النادي الموجود في القرية أو الصندوق الخيري الموجود في القرية أو المسجد الموجود في القرية أو مثل ما أقول المأتم الموجود في القرية. هذين هم اللي يمثلون الأهالي في عمل التقدم بطلب الدخول في هذه المسابقة.